روحك من أخلاقك. معدن المصري بيبان في الأزمات، مهما بعدنا وتهنا عن بعض وكل واحد راح في دوامة حياته ونسي إن في ناس حواليه، أول ما بتحصل أزمة كله بيقف كتفه في كتف أخوه عشان يعدي الأزمة. أخوه ده ممكن يبقى من دمه، وممكن يبقى صاحبه، جاره، أو حتى واحد ماشي في الشارع. في اللحظة دي وقفتك جنب أخوك بتحسسك إنك عملت حاجة كبيرة قوي، حتى لو كانت مجرد كلمة أنا جنبك ومعاك. معاك دي بقى ممكن تبقى بوجودك معاه، أو بفلوس، أو بخدمة، أو بحل للمشكلة. المهم إنك سندته بطريقة مناسبة ليك ولأخوك. جدعنتك يا مصري هي كنزك الحقيقي، روحك من أخلاقك. روحك من أخلاقك.